كاس العالم بدأ لكن في مهنة حارس، لكن المجموعات اختلفت شوية، فعندنا فرنسا ألمانيا ويلز نيوزيلندا. والله المجموعة دي جامدة جدا. اللي بعدها البرتغال أمريكا الصين اسكتلندا، مهمة سهلة لمنتخب البرتغال. اللي بعدها إيطاليا بلجيكا قطر أيسلندا، الله يعين أيسلندا وقطر. واللي بعدها البرازيل، دايما مجموعتها بتكون سهلة بالشكل ده. المجموعة اللي بعدها إنجلترا النرويج أستراليا والنمسا. اللي بعدها هولندا كرواتيا كندا والمجر. واللي بعدها اسبانيا ايرلندا وغانا والمكسيك. واخر مجموعه مجموعه الارجنتين اللي انا بمثلهم زي ما انتم شايفين الحارس بتاعي ارجنتيني. هنلعب قصاد الدنمارك والمغرب واوكرانيا كلهم النهارده في حلقه واحده عشان نشوف هل هنقدر نوصل لدور ال 16 في مهنه حارس كاس العالم قد بدات للتو. وخلينا نتوجه الى مباراه المغرب والارجنتين. زي ما انتم شايفين التشكيله بتاعتنا، لو طارو مارتينيز الماده نهار ابيض، كل اللعيبه بقت جامده. شوف روميرو 88، سينسي 83، ليساندرو مارتينيز 86، نهار ابيض. خلينا نتوجه لاول مباراه في المونديال. هلا اهلا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، يوم جميل هنا واجواء جميله نترقب فيها انطلاقه مباراه كبيره. معكم محدثكم فارس عواد من كابينه التعليق، واليوم سنشهد مباراه انطلاق لدور المجموعات من بطوله كاس العالم. الله موروكو، هنلعب قصاد المنتخب المغربي يا ابو حكيم. الله ها ها اضرب او طار ولا مين ده الفارس. الله جدع يا جدع العب. والبول ابونا صدها ولا ايه؟ ونهار ابيض يا جدع، كل ده وضيعتها، كل ده قدامك وبترميها بره. يا جدعان لازم نكسب، ربنا يستر ربنا يستر. موروكو جايين عليا، موروكو موروكو. الله حرام يا جدعان يا جدعان، الله حرام، مع اني فرحان لموروكو بس لا. وسع يا جدع وسع، روح روح اداله اداله. الله يخرب بيته يا جدعان، فين ميسي؟ ها لا 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 موروكو. نهار ابيض ده الانصاري. انا جيت، هات روح. الله الله لا حمار، ايه انت كنت قدام الشبكة؟ الله يخرب بيتك، حد يجيبها حد يجيبها حد يجيبها، الله يخرب بيتكم. وسع، جبتها جبتها. الله عبده يا جدع، الله يخرب. هدف من سوريا تحارس المرمى بكل تأكيد، لم يتمركز بشكل مطلوب، خرج من المرمى بطريقة غريبة، جعل المرمى خاليا ومفتوحا على مصراعيه. أبيض يا جدع، دلوقتي كل الناس كل الأرجنتينيين ما تطلعش من الشبك، إيه اللي هببك وطلعك من الشبك؟ هما مش عايزين يهاجموا، عايزين معرض للاستبدال أهو. الله أهي خربانة 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 خربانة، الله يخرب بيتك. الله هات يا جدع امسك، ممكن نتعادل صدقني. ها هات الله ها امسك هرب هرب جول. لا حد يجيبه حد يجيبه حد يجيبه، تعال. لا 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 لا. يا الله حرام، خش يا عم مليان غش، تصديات صفر. هل انا عميل؟ عميل لمنتخب المغرب يا جدع، كاني عايزهم يكسبوا. الله حرام، بقت 3-1، يعني انا ما كنتش السبب اهو، مش انا السبب. ثلاث مهام الدهان المدرب كلها فشل، كلها. تجنب استقبال اهداف؟ لا. نسبة تصديات؟ لا. تقييم مباراة؟ لا. يعزو تحويل الفشل الى الفوز للمشاركة الأولى، دي كانت أول مشاركة ليا مع الأرجنتين وفشل. فتبقى عندنا مباراتين، ماتش قصاد أوكرانيا، ماتش قصاد الدنمارك. بلجيكا وايطاليا متصدرين، البرتغال متصدرين، فرنسا ونيوزيلندا متصدرين. تعرفش المانيا بتخسر على طول كده ليه؟ لكن الارجنتين خسرت برضه قدام السعوديه في الحقيقه. وسع وسع يا دي، حلو حلو ما تخلتش
التمارين لازم اوكي ركز عبدو. حلو هون عبدو على الكوره، ركز على الكوره، عينك على الكوره مش على اللاعب، دي نصيحه اداني المدرب الاعظم. الله عينك على الكوره. الله ولا كوره دخلت من ساعد ما حطيت عيني على الكوره. ابلع عيني على الكوره، عينك على الكوره مش اللاعب. الله ما توديش عينك بعيد. الله ما اعرف ما تحسبت ليش تحسبت العرضه. حلو حلو برضو تحدي ضربات الجزاء، لازم اصوب ضربات جزاء على ايميليانو مارتينيز عشان اعرفه انه ما ينفعش يكون حارس اساسي قدام. ابلع لا اسكاميليانو هشوطها لك يمين في النص في الشمال، يمين في النص في الشمال. يا نهار ابيض يا جدع صدها تاني، شمال في النص في اليمين في النص في الشمال في اليمين في اليمين في النص في الشمال في الشمال في الشمال في النص واليمين. الله ابلع. شوف دي اميليانو، شوف دي اميليانو. ابلع يا جدع بقى صد ثلاثه. انت عايز تيجي تصد بدالي ولا ايه؟ لازم دي تدخل على الاقل. الله عبده هتحطها له يمين ولا شمال؟ فين النص؟ ايه دي الكرة الحاسمة. هو تقريبا صد اتنين وانا صديت اتنين او جبت اتنين. الله ابلع بقى ابلع بقى بي. حاليا تمرين واحد على واحد، مين اللي جاي الواحد عليا؟ الفارس الفا. اوكي لازم اركز على الكرة، ركز على الكرة مش على اللاعب، ركز على الكرة مش على الله. الله 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 ركز على مين؟ ركز على الكرة. الله الله النصيحة دي عالمية من المدرب الاعظم. ركز على ايه؟ ركز على الكرة. الله جدع من ساعتها مش عارف يلعبه. ركز على اوكي ما جاتش برضه، ركز على الكرة. روب ابلع ابلع. اي بي اي فخلينا نتوجه لمباراة اوكرانيا، لا بديل غير الفوز في المباراة دي. الله اهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الاجواء المثالية في كرة القدم. محدثكم من كابينة التعليق فارس عوض يتمنى لكم مباراة ممتعة. فايها السادات والسادة لنتوجه للمباراة اللي لو خسرناها سيتم تأكيد خروج الارجنتين من المونديال. هل هنقدر نكسب زي ما كسبنا المكسيك؟ الله رجال ايه يا الفارس يا الفارس، انت في التمارين وفي الحقيقه وفي كل حته حمار ما تلعب. ما ينفعش يسجل، ركز على الكره يا عبده اديله. حلو يلا 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 جول جول الارجنتينو جول الارجنتين ليتس جو. شوف على طول الكره بوست لم هو تصيب عالمي. ليتس جو الارجنتين بعون الله هتكون في دور الستة عشر. ربنا يستر ربنا يستر. ركز على الكرة يا عبد، ركز على الكرة. حرام عليك بقى، ولا صدر لحد دلوقتي في المونديال، ولا صدر لحد دلوقتي. بس حاولت حاولت والله. الله الله التاني التاني من لوتارو لوتارو مارتينيز. ليتس جو عالمي. شوف الاسيست والتصويب مباشره. ليتس جو سيني. ما زلنا في المونديال بس لحد دلوقتي ما صدتش ولا صدف كاس العالم. ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. ركزوا يا رجال طلع. الفارس جولاس الفارس سبايدر مان. انزو انزو مي نهار ابيض على اسيست. وده الفارس مش الفارس، انزو فرنانديز. اوكي 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 يلا لحرا. الله الله نهار ابيض الرابع 4-0 جولاسو لمين؟ انزو. شوف التيكي تاكا العالمية يا نهار ابيض. اوكي اوكي هل اسجل جول في المونديال؟ هل اسجل؟ ارجع عبدو ارجع عبدو ارجع. لا اصد صدى طيب اصد صدى طيب اصد صدى طيب اصد صدى. معرض للاستبدال انا ما عنديش حاجه يا جدع. الله ارمي يلا يا لا يا حم. الحمد لله الحمد لله. المرمى خالي الهدف يا بلا المرمى خالي بلا المرمى عمي. ما تزهقنيش، مش الغلطة الغلطة مش مني، الغلطة من الحمار ده. عم انت يا مدرب بقى ما تعصبنيش، مش هتقعد كل شوية تهددني. انا ايه ما بتهددش؟ هتبدلني يعني لو عايز تبدلني بدلني. شاء الله 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 الله. يا جدع يا جدع ليه يا مدرب؟
ليه يعني ايه اللي انت استفدته؟ ايه اللي انت استفدته لما طلعت؟ ايه اللي عملته؟ ما احنا كسبين 4. بتبدل الحارس بحارس ليه؟ ما بتحصلش. مين يعني؟ يعني حكي هيجي في جول ان شاء الله يعني. بس على الاقل المره دي عملت مهمه، الا وهي مهمه تجنب استقبال الاهداف. ما اعرفش واحد بس يقول واحد. رابع دي البرتغال كسبت 4-1 على الولايات. فرنسا رسميا خلصت مجموعتها، وفرنسا والمانيا تأهلوا منها. الناحية التانية البرتغال واسكتلندا، برضو البرتغال واسكتلندا الاثنين تأهلهم. بلجيكا وايطاليا الاثنين تأهلهم. قطر جمعت نقطة واحدة بس لسه ما زال في مباراة. احنا والدنمارك والمغرب واوكرانيا في فرص للتأهل، بس اوكرانيا اقل فريق. غانا واسبانيا وايرلندا الشمالية ممكن، هولندا وكرواتيا، استراليا وانجلترا، وهالاند النرويجي ممكن يتأهل ممكن ما يتأهلش ما تعرفش، والبرازيل في مجموعة الموت حرفيا. 4 2-1 يا جدع، انا هرب. فحاليا قدام المتصدر الدنمارك، هل هنقدر نكسب المنتخب الدنماركي؟ ولو كسبنا هنقابل مين في دور ال16؟ خلينا نتوجه الى المباراة ونشوف على طول. هلا اهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه اجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بان تكون بروعة هذه الاجواء. غيابنا على طول لمباراة الصعود ان شاء الله بعون الله تعالى. الله حد اللحظة، تخيل ان لحد اللحظة لم اصد اي كرة واتبدلت مرتين. الله حرام يا جدع، بس مش هطلع من الشبكة النهاردة نهائيا، حتى لو كسبانين 10-0 ممكن اطلع مرة واحدة بس. ها يا حكا، انا الله شوط على طارو. الله انزل. اه تصدي المونديال، تصدي المونديال. الحمد لله ربنا نصرني، الحمد لله ربنا عوضني بعد كل التبديلات. انا ربيض يا جدع. شوف الدنمارك، شوف الفايكنز يا جدع، شوف التصويب. يا نهار ابيض. شوف من 2 مدافعين وعدت منهم، لكن مش هتعدي مني. ايه بلع يا جدع، والله كرة صعبة. شوف كرة جاية ازاي. بوم، يا نهار ابيض بالسلو موشن. بص. فوموم هروب ايش فيه، انا اقعد اعيد في الكرة دي 100,000 مرة لانها الكرة الوحيدة اللي صادتها. عليك يا عبدو بس ركز، مش عايزينهم يجيبوا جول تاني. الله يا جدعان لازم نكسب يا جدعان، حرام عليكم يا جدعان، حرام عليكم. مش بعد الصدى اللي صديتها دي ما يحصلش حاجه اكسبه يا جدعان. شوت. يا نهار، بيقول لي بيطلع ليه ويقول لي بتطلع من الشبكه ليه؟ ما عشان بيجي لهم لحظات. ادي النيل، ركز عبده. انا هرب ياض. شوف التصويب، والله مستحيل. شوف يا جدع، بان هرب. ركز بعون الله هتكسبها. الجماهير عماله تعمل امواج على الشمال. والسلام والله العظيم ظلم. انت ممكن تجيبوه، انت ممكن تتعادل. مش هطلع من الشبكه اهو، بس اتعادلوا. يلا بقى، والله حرام عليك يا جدع، بتباصي الكره غلط ليه؟ اتعادلوا يا جدع يلا. سهلة، الله عليك. لو طارو مارتينيز. ليتس جو. شوف الاسيست يا جدع، عالمي، والانهاء ناري. يلا مفيش جول كاي تاني، خلاص. حاسب الله يخرب بيت حال ابلع. يلا حرام يا جدع. ايه ده الحكم ده؟ بس احسن مباراة ليا في تاريخ المونديال هي المباراة دي. هي. الله يخرب بيتك يا جدع، حرام عليك. لازم نكسب، لان لو المغرب كسبت كده تم اقصائنا من دور المجموعات. تقدروا يا رجال. ها يا رجال، الله يخرب بيتك، بتبص لورا ليه؟ عم انت بتفهم. هاتها. انا يستر. الله بص دي، ابوسك مش طالع بس. يلا ايه اهم حاجه، ما تعملوش حركات غبيه. روح، معرض للاستبدال. انا صايد مليون كوره، ليه معرض للزفت؟ يا استر ربنا يا استر. ايه ده علي الواد يسمع الكوره، هات منه الكوره. والله مش هيفرقتش. يلا الله يعمل. 10 دقايق. يا ساتر يلا، وسيدك يلا، ما عادش حاجه. يا رب يجيبوا جول. لا بقى يا جدع، المغرب يلا. روح يلا يا جدع يلا.
لا تأهلنا ولا لا؟ تأهلنا ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المغرب خسر، المغرب خسر الحمد لله. تقريبا معنا 4 نقط والله اعلم. الحمد لله لك يا رب. المغرب لو كسبت بس كان زمانها اتأهلت. فمعنا فرنسا، المانيا، البرتغال، اسكتلندا، ايطاليا، بلجيكا، الدنمارك، الارجنتين، غانا واسبانيا، هولندا وكندا، كرواتيا طلعت، انجلترا والنمسا والنرويج طلعت، والبرازيل وايرلندا. نهار ابيض. والبرتغال هتلعب قصاد المانيا، بلجيكا هتلعب قصاد الدنمارك، واسبانيا هتلعب قصاد هولندا، النمسا هتلعب قصاد البرازيل، واحنا هنلعب قصاد منتخب ايطاليا. عندنا كم مباراه جامدين يا جدع. نهار ابيض.